شيك اسم المهم تكفى او الرياكشن كذا حق وجهك وانا اشوف. طبعا انا وشو الاسم الاول انت اسم الثاني. اوكي اوكي حلو اكيد. لا 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 نبدل ما ادري احس فيها غدره اكيد هذه فيها والله شوف انا محمد انا اسف جدا والله ونعم. السلام عليكم اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب عربي من تصميم شخص مصمم مابات عظيم جدا تشوفون في النهايه او يمكن تشوفوا بدايه اذا كتب شيء حيبين مين الماب اكيد ازاي يعني من غيرها. اليوم انا محمود هلا وسهلا وسهلا ارحب ارحب يا انت اخمر سجلنا مقطع والله تقلط تفضل على العشاء. ها والله ترى من زمان مره مره قديم 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 كل سنه صدق ما صورنا مع بعض والله صادق يا ساتر. الان ترى رجعت للمابات ترى يسموني محمد محمد ماب. مابات شوف يبدو انه يتوجب على احدكم التضحيه. انا احس لا انا احس لا اصبر 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 انا عندي فكره احس لا هنا في شيلد هنا في شيلد صدقني ما في شيلد هنا. وش التحريات ذي وش ذا الو اصبر اوه فهمت شنو هنا ايش الصوره هذه حلو فيها شيء ينزل شيء منها فهمت ينزلها لين تحت الثاني اتوقع انه ياخذ منها اتوقع. اوكي اذا يلا ابشر بي انا روح يرمي حزم المليون يسموني فايروس طيب ليش ما جيت انا وراك على طول ما ادري عنك. اوكي اوكي انزاع او افراغ صار المفروض افراغ طيب المفروض ان مويه تنزل او شيء والله ضغط ماذا وات هذا بلا لازم الحين نكتشف اصبر شمعات ما لها دخل خلينا نشوف يمكن في شيلد مغطى شيء هذا ما تهرج ضحي ضحي ترى كنت ضحي هذه المره راح راح انت وانا بدخل جوا تو ما ادخل جوا راح انا تو قلت اشوف الافراغ هذا بس طيب تخش داخل اي خشيت بس ما ادري هل بيصير لك تشيك بوينت ولا الله اني خايف تعبت مياه لا تكفى لا تكفى لا اصبر امسك 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 انا خلني اسوي مره ثانيه بجيبك شيء ثاني ما يمديني اشيله امه والله ما يمديني اتوقع لازم تنزله من هنا بيض الله وجهك ما تقدر تجي لا يكون كذا اصبر والله يمكن يضبط اي والله طيب الو الو ضبط بس الو ما عندك شيلد امه هل لازم كل شوي تعبيه بس بس خلني اجرب مره ثانيه والله في شيء في شيء لازم اسويه بس ما ادري ايش طيب نسوي افراغ ليه ما هلث شوف كيف ديم الحركه والليل عزه يا مجنون اول مره يسوي كذا بالعاده يحط شيلدات عشان تهيل منها أوكي. بس الفكره رهيبه ذي والله رهيبه خلاص نعبيه مويه عرفت يب تعال يلا نط يلا يا هاي ايزي والله ديم والله ديم يلا نزلنا يلا اوكي مرحبا الفلسفي اكون متى وان بومبا وين تيمون بومبا طيب مرحبا بكم في مب تيمون اكون متى مره ثانيه خلينا نسمعها حكم نغم هلزيد هذا هو الان اكون متى طيب اخر شيء تيمون بومبا عطى عطى طيب عليكم التعاون سويا لحل الغاز السماء جميله انت قاعد تلاحظ شكلك عليك اضاءه زرقاء طيب اوكي ترى. انا عندي كنا بيضة ما ادري بس شوف اذا جبت اذا جبت مويه حل لغز اذا جبت مويه حل لغز فلديكم ثلاث محاولات للتخطي ركز لا تضغط اي شيء لقد اثرت معي تلميح اوه شوف فوق اربع تلميحات عندنا لزياده عدد المحاولات عليكم اثر اشياء كهذه اللي خذيتها قبل شوي اوكي اوكي غالبا أوكي. انها بتكون هذا في كلام هنا اصبر انا قاعد اشوف التلميحات وينها مستعد للتلميحات الو الو مو الان طيب هذا تلميح بس اوكي ماني ماخذه يقول جذور نبته الخمول جذور نبته الخمول حاول ان لا تعبث معها نعبث ولا ما نعبث هذه نبته الخمول والله شكلها بتهبدنا صراحه يعني هذا اللي اتوقع بيصير اوكي هنا يقول تحتاج الى فاصوليا اولا تفاعل الفاصوليا ارجواني مع نبته الغزو ونبته الغزو هاي نبته الخمول فلازم ندور نبته الغزو ولا هذه لا هذه جذور نبته خمول نبته العلاج علاج وينها هذه اوكي دقيقة هل هنا التلميح لا هل لازم نعالج نبتة الخمول عشان تصير غزو؟ أتوقع نسوي عبث وعبث وتخليه بطقون إيش رأيك؟ بسم الله أنت رح 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 عبث بهذه مين؟ يلا 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 تايمينج ها 3 دقيقة وينها؟ يلا 1 2 3 ابدأ بسم الله يا رب ما تجيب العيد يا رب أوكي عبثنا إيش صار؟ الله عبثنا وتهاوشنا ألو خمول؟ هل تسمعني؟ بشري كريستيانو كريستيانو كريستيانيو هل تسمعني؟ أنا قلت كريستيانو يشتغل سيري فجأة ألو أنا اللي خمتك وش فتحت نبات ذا أحتاج فصولي هل لازم أول شيء تفاعل فصولي أرجواني أوه سمعت؟
يب سمعت شيء في شيء صار هنا 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 في شيء صار طيب هذه بقول لك لا تعبث طب احنا نعبث الان ولا دقيقه هل لازم ناخذ العلاج ونروح انت حطوك شيء اصلا طيب ايش رايك تكون في نصها في الاحمر يلا هذا يلا خلينا نجرب حس بيصير لك شيء بس ما ادري وشو الو اوه اوكي 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 هل ممكن انك تجي هنا بعد ما اخذت العلاج وانا اسوي عبث اقعد في النص خلينا نجرب اوكي والله ديد على طول تتوقع ان فيها انا عندي حل طيب لو شلتك وحطيتك هنا الو لا انت قل لي الو خلنا محتوى ايش فيك الو يا دكتور يا الو يا دكتور وشوف لازم نجيب فاصوليا بس من وين نجيب ما ندري خلنا ناخذ تلميح يا رب يا كريم ما يكون سهل وغبي والله تلميح 2000 years late تبدا يجب على احدكم الوقوف على نبتة الخمول ولا الاخر يعبث في جذورها ثم يتم القاء الخام من الفتحة ليقطف الفاصوليا ويرميها لتتفاعل مع نبذة الغزو يجب على احدكم الوقوف على نبتة الخمول هذه اللي سويناها قبل شوي تعال ما قرينا ما دريت خليك في النص صراحة الحل يعني يبغى له مخ طيب خلنا أنا قلت لك إني تو أذبك تقول لا هذا محتوى ما أدري إيشو أنا أسفين أبغى أسفين أوكي ألو يا أخي أخش من هنا يا مسلم ما تخش الدرجة أنا ثقيل ألو أجا من فوق شكلها ليش ما يرمي من فوق أرجع برا أطلع هجر إيه بعدين اضغط اي عليها انا وصلت نبتة العلاج بعدين اضغط عليها اي ما يمديك ما في شيء اضغط عليه الو الا العصا حقت نبتة العلاج لا والله 2000 years later بحاول اني ما اخذ تيك بوينت بدون ما ساعد طيب احاول اخذ جذور ايه ولا ما لدها يلا احاول كذا وهوبا طيب نبتة العلاج دقيقه يمكن ها قمت أو لما ضغطت على جذور نبتة العلاج قمت أوكي بعدين لازم نروح سيدا ونجيب فاصوليا أتوقع ثبرت فاصوليا هنا أسألك بالله والله يسار عندنا أغبية ولا أغبية مشكلة والله العظيم ما توقعت أنا الحين هذه طيب كيف أخش من هنا أتوقع إنه لازم ترميها لي ما تجيك ارجع لو سوي ريسبون لا ارجع حاول ذا أتوقع ما يمديك تأخذها قايل لك نايس بس ما يمدينا أخذها ممكن اصيح ممكن اجيب واحده ثانيه اتوقع الحين اسوي ريسبون جرب سوي ريسبون ما يمديني اشيل الا واحده هذه المشكله القم عزه يقول انا بضبط الماب لكن الحين ما يقدر يضبط عندكم لازم تطلعون وتدخلون وان طالعين من قبل سبت مشكله كذا في بالنا مو مشكله في الماب لكن الحين صار في مشكله انه ما يقدر ياخذ الاغراض مع انه عزه قال انه شاف قبل وجرب على شخصين انه يقدرون يرمون وياخذون الاغراض لكن الحين ما ضبط معنا بسبت جليتش غريب فورتنايت فعموما راح نعدي هذه بتخطي ف يلا ليتس جو قاعد يقول جليتش والله يقهر بس ايش اسوي صار جليتش غريب انه ما يقدر محمد ياخذ الاغراض مع اني رميت له واحده ثنتين ثلاث ما ضبط اوكي وش اللي انفجر؟ تقدر تخش يسار صح؟ يب من عند هذه اوكي زي ما توقعت شوف هذه هي الفاصوليا تعبتنا هذه فاصوليا الله والله شوف يعني الحين اقدر امشي بدون خويي هذا كان في جدار انه ما اقدر امشي بدون خويي هنا يقول هذه الزهور تغير لونك بمجرد استنشاقها اوكي هذا في تلميح تلميح هذا ولا ايش؟ لا هنا في تلميح لا تاخذ ها شو هو؟ على بالي انه تلميح انه للمرحله فرشتني لا قد عثرت معي على قطعه لغز قطع اللغز انها نادره جدا هل يمكنك العثور على 10 ولي بلا والله شوف في واحده والله كفو والله اوكي خلني اخذها في واحده زياده تحت اوكي نرجع هنا اتوقع في شيء مزبن هنا يعني الحين عثرنا على ثنتين انفتح هذا مو طريق هذا ولا ايش؟ لا يقول لك استنشاق ورد احمر يقلب لون احمر بعدين شو تسوي؟ اوه فهمت اوكي نستنشق هذا وشو هذا؟ الاحمر ويمديك تمشي اللي في هذا اوكي لازم تروح هنا واحد هنا واحد هنا حلو انا كنت بشوف شكل الالوان هي اتوقع انها كذا يب الحين يفتح طريق انت افتح لي طريق اوه ديم يلا روح اوبا نايس والله نايس يلا روح هناك اوكي يا اخي ديم الفكره والله ديم والله ديم يلا روح ها ما افتح لي دقيقه الو ارجع نطلع على قبلها ثم ارجع لا متاكد الحين ارجع مره ثانيه خلاص نط تحت تبغى تفتح لي طريق انت الحين صح دقيقة يقول لك هذا المكان تحتاج إلى بعض السرعة. يعني أتوقع أصبر. خلني أخذ الأحمر وجيك. أوكي. أنا كنت فتحت الطريق فما يحتاج. بسم الله وعلى بركة الله. شنو هذا؟
بسم الله عطنا الجزمه لي جزمه لي ذهبيه جزمه هذا مكان كبير جدا تحتاجون لبعض اصبر اصبر والله في اشياء يمين في اشياء يسار يجب العثور على بعض الالواح الخشبيه حلو اوه في مكان يمين قاعد تشوف طيب في في مكان كبير مره لازم نبحث على اشياء فيه 100% طيب اول شيء نروح على الزوايا شوف اوه في 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 شيء هنا هذا شو قد عثرت مو على تلميح زبدة أيوه. أي موية تذبح فلا تقرب لهم الموية أبدا أوكي رحت يسار أنا رحت يمين أو أنا العكس أنا فاق أنا فاق شبرنت وين وقرث بيل لازم تلقى خشب الزبدة لقيت خشب نايس أوه الباركور خلا بروح له بسم الله هنا في شيء مكتوب وشو صخور كهرومغناطيسية يقال أنه مجرد الوقوف عليها تنشأ حقل غير مرئي أعلاها حقل غير مرئي أعلاها 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 أيوه طيب أعلاها يقول يعني كذا أوه في مكان هنا أنت جيت من ذا المكان خلنا نشوف مكانك أوكي أوه هذا 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 يودينا أتوقع أصبر أوكي أنا رحت من تحت نفس الشيء تصدق كانك ابو زيد ما غزيت حلو لا بس ترى ترى الباركور مو من هنا اتوقع من من طيب طيب اصبر اصبر عرفت عرفت فهمت الموضوع الجدار اللي انا فيه هنا في واحده زي كذا اتوقع ان انا يبغى له تلميح والله وضعنا مزري ترى شباب قاعدين نصور اخر ليل فمخنا مو معنا يعني مخنا ناسينا جينا هنا اي صح صادق لا 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 تستعجل لا تستعجل خليت فيه استعجال نصيحة 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 لا قاعد ياخذها وين وين تلميح نصيحة لا تستعجل نصيحة يا رسلوم كيف كيف انا اخذها طيب 2000 مليون لتر تفرج تلميح اذا وقف شخص على صخرة تلقائية سوف ينشف حاز اوكي فهمت والله اني فهمت تعال 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 هنا مو بهنا انزل تحت قصدي او نط على هذه نط على هذه اول واحدة اي على اول واحدة شوف الحين شوف كيف نط على الثانية نطع الثالثة نطع الرابعة نطع الخامسة نطع السادسة نطع السابعة ما في سابعة ألو نط ألو ألو أنت نطت معي أنا عندي نطة تشتخلك أنا قاعد أقول كذا والله مختعبان يا ساتر يجب العثور على الخشبية أوكي بناء جسر يلا بسم الله ولا ابي والله انا قايل لك فيها شيء اسمه فوق وتحت وذا لا عندك ما اخذ اللون الازرق على احدك ما اللون الازرق وهنا يقول 3 5 2 2 مكتوب هنا 7 2 صح 8 2 8 مو يعني مايل لهذا وما نبغى نضغط التلميح بسم الله ها الو اها اصبر 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 فهمتها 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 تضغط على الوام ترتيب اها طيب خلني اخذ انا حفظتها حفظتها واحد اخضر بعدين اثنين ازرق هل لازم فرضا واحد انت تروح واحد بعدين انا اروح اثنين بعدين قلت سوينا هذه صح لا 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 في ازرق ثاني في ازرق ثاني روح 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 عند الاخضر انا قلت لك روح الازرق قبل شوي وين رحت رحت ازرق ثاني مشكله والله اي والله مشكله لحظه اصبر لازم لازم نشوف ثلاثه ثلاثه اسود اربع البني لازم انا اروح الاسود وانت تروح البني ما راح اطلع ما راح اطلع انا لما تروح انت يلا ها رحت روح البني بني على الاغلب هنا ايوه خمسه الاحمر صح خمسه الاحمر ايوه سته الزهري عندي الوردي ايه روح الوردي اوكي والله كفو والله انا قلت في البدايه بس انك انت اللي الغلطان يا الله يهديك باقي لونين عاد لازم نرتب الحين وش رقم سبعه؟ طيب سته قلنا سبعه اصفر اصفر طيب اصفر ثمانيه انت روح الاخير عاد الاخير اللي هو البني ولا شو؟ لا لا الاخير ما هو ذا الازرق في ازرق ثاني توقع اليمين مره يا رب هذا هذا يا رب تضبط نايس احترس من النيران تعال 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 بسرعه يلا يا كاي 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 يلا يقول احترس من النيران شكلهم بيعطونا قذائف الحين يا رب يا رب لا ايش البشر دائما يفسدون الشواطئ الجميله للاسف والله العظيم هذا واقع واقع نعيشه تعرف الاغنيه ذيك واقع نعيشه واقع نعيشه صح البرنامج برنامج طيب الحين لازم نبحث وندردش في طريق ترى هناك في طريق انا داري انه في طريق بس لازم ذيك الاشياء اللي كنا نلقاها العشره لازم نلقى منها ما لقينا الا الثنتين في شيء هنا استخلاص والله عندي اشياء كثير هنا طيب هذا في شيء هنا خلينا نشوف شو استخلاص اللي هو تنظف اتوقع صح ما ادري اوكي سوي استخلاص اتوقع تشيل هذه الوسخ اوه جاني شيلد جاك شيلد اي والله جاني إيوه. ما اقدر اشربه في واحد ثاني هنا طيب هنا يقول هذه المواسير يبدو عليها التلف صلح التلف بالشيلد تصلح التلف تعال 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 انا عندي شيلدين انا عندي شيلدين تعال 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 عندي والله ديم الافكار يا اخي ما يجي في بالك والله مستحيل يجي في بالك روح هنا بالضبط هنا تعال هنا وضغط اي كم معك الحين؟ هذا منك واحد صح؟ يلا كمل هذا يلا
يا عيني باقي شيء؟ لا عاد وشو هنا؟ كيف حالك؟ الو نسيت ان الماي تذبح في هنا مكان هذا شفه خليني اجيك باب تعال تعال خش من هنا وين رحت انت؟ انت ازرق صح؟ يا ازرق انت مو لونك ازرق ليه؟ اوه لازم اخذ اللون الازرق ارجع يعني لحظه هل في شيء هنا نسيت منه؟ اسمع تعال هنا تعال اقعد هنا لا. اوه لا فك لي طريق في فوق اقول لك تبديل ايش هذا تبديل؟ هذا الاحمر ينوف في التعليمات الازرق التي يراها في لوحه المعلومات طيب يبدو ان الرقم على الشاشه يرمز الى فتح لوحه المعلومات فتحي بس أكيد. خلاص ارسلي صوره ارسلي صوره ارسلي ارسلي صوره ارسلي صوره طم الحاله الماب ما بيخلص بسرعه بسرعه ارسلي صوره بسرعه سباق يا عمي ما سباق الزمن رقم 2 صار اخضر يمين اخضر اوكي ما ادري ايش صار صراحه في اشياء كثيره ترى مره عندي بلا صدق طيب لحظه بدل حلو وهذا يصير كذا اعطى نفس الترتيب اللي في الصوره لا تجي تكفى ايوه طلع صوت ايوه طلع صوت فقط بيفتح لي طريق بعد شوي اوكي ايوه اوكي طلع لك مرحله طلع لي رقم 1 رقم 1 ايش مكتوب في الصوره ثلاث مرات يقول رقم 1 لونها ازرق اوكي 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 وش لونها ازرق رقم 1 هذه كلها شغاله توي استوعب الفكره وهذه كذا وكذا في رقم 3 اصفر نجي عند الاصفر هذه شغال هذه نقفله رقم 3 قلنا الاحمر هنا وهنا نبدل اوكي يلا نايس افتح لي الطريق اخيرا ايه يا شيخ طب انا شو اسوي الان اجي معك لا ابي الزحلقه ما ادري والله ما ادري اوهوب اها في شيء عندي انا ترى نزلت معك ما ادري يا رب انا ما جبت عيد والله حسنا مو بطريقك بس يلا في شيء هنا تحتاج الى خليه طاقه في شيء هنا في 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 شيء شوف اصورك اياه دقيقه جايك سمكه احمر احمر اخضر احمر يا ساتر اصبر والله صداع جهاز تجميد يبدو انه يحتاج البطاريات هنا يقول تحتاج الى خليه طاقه ايوه خشيت وات خشيت شلون ترى ما ادري سويت سهم بالبدايه وخشيت انت تخشش لي اوكي اوكي روح روح يلا سيده ايوه اصبر 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 ادني يسار ايوه بعد يسار ايوه خشيت سيده صح عليك سيده طيب هنا في يمين في سيده ما نروح اديك بوس يمين ادفك سيده يمين يمين يا رب انه صح يا رب ايوه يمين يسار يا ساتر قريبين مره يسار يس يس أوكي. خليت خليه خليتها ايه بموت الحين ولا ارجع لا ارجع خليك سيده عندك بسوي لك ورا كذا رجع يمين الحين والله ما ادري هل بذا اتوقع ترى لو مت عادي يسار يمين قصدي اوكي قربنا وفي الثاني هنا اوكي يسار نايس يسار ثاني يسار ورا 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 بس خلصنا الحين اول شيء بسم الله نبدا حبه حبه يا رب ما يجينا يلهفنا حبه حبه يا رب العباد وضع خليه الطاقه حلو الحين يبغى هاي تحتاج الى خليه اخرى هذا اتوقع ان الحين انا اللي افتح لك الطريق عرفت شف متاكد انا يوم رحت هنا شوفها ما اقدر اخذها انا انت لازم تسلك الطريق الاحمر فهمت اوكي راح اروح من الطريق الثاني ايوه يسار من هنا يسار دقيقه زين هنا الآن. سيده يمين 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 يمين, يمين. مشكلة اللي يجيبه انت افهم طريقي شوف الارضية الزرقاء لا تلمسها فهمت؟ اوكي اوكي يعني انا هذا طريقي انت هذا طريقي انت لازم تجي لين طيب. الاحمر هذا تاخذه طيب سيده يمين حلو يمين يمين ثانية لا سيده اوكي حلو 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 سيده سيده ولا يمين نفس طريقك اللي قبل شوي انت انت وين رايح؟ اتوقع انه يسار سويت سيده الان؟ ايه عيد مرة لا 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 يمين يسار صح؟ يسار 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 انا قاعد اشوف شكلك أوكي. في هذا انت الحين راجع على تحت راجع على تحت صح ايه تحت 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 كمل ايه. كمان تحت ناظر في الشخص ناظر في المكان اللي انت ودك تروح له اوكي حط اوكي حط اوكي الان سيده وين سيده بترجع لي انت لا برجع لورا اوكي كمان سيده حلو انت ناظر في اتجاه وانا ما عليك انا اختار يسار متاكد اوكي يسار اوكي حلو تحت يسار. تحت تحت لا لحظه اوكي طيب الله 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 اسكر 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 الثانيه شغلها ثانيه اوكي اتوقع الحين خلاص لا في هنا يقول لك بطاريه اوه اضغطها وات اوكي كان انا اللي اخشها خليك عليها كان انا اخشها عشان اللون احمر لا اوه انت ادخل داخل اوكي بعدين داخل. بديت تسكر علي يب
اوكي يلا 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 بسم الله يا ربي الحق. اوكي اوكي حط عندي ثلج. وش ذا؟ هل صار معك شيء؟ زحلقه اعطوني بس لحظه في طريق لفوق. انت الى الان الزحلقه عندك؟ اي طيب تعال. اها اطلع 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 تعال 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 تعال. اتوقع امشي في الثلج الحين او امشي في المويه صح؟ تعال تعال هنا تعال هنا. الوضع هج ولا ترى؟ يا رب تعال هنا ترى يديك بوش الان. وين بوش؟ هنا. اوكي الان ادخل داخل. اوكي لا البحر إذا الله وجهك. لماذا رعمت الله يصلحك يا اخي؟ كان الباب صغير. والله وضعنا مزري يا شباب. والله الماب قاعدين لحقنا يعني ما عندنا مشكله نطول. والله ما عندنا مشكله لكن الماب بقي له 40 دقيقه خلاص. الاحضار بطريقه على احدكم الوقوف على اسهم اما الاخر فيتحكم في اتجاه عن طريق الماب. لكن احترام اللمس لون غير لون كما. طيب خلصنا من هذه. اوكي في تلميح ثاني نفس لا تقول لي نفس الاشياء هذه. ايش فائده هذه؟ اوكي فتح الحين شوف كيف. وات الو وانا هون ما ادري انا يمكن مسويت تخطي ضبطت الحركه. والله ما ادري انا تعرف اللي شلت التدنيق ورجعت كنت اخربط. اتوقع ان السالفه فيها صيد سمك. اي اصبر كان فوق يمين اخضر صح؟ فوق يمين اخضر يب. اوكي دقيقه ها صار هذا فوق يمين. لا الان صار تحت يمين. تحت يمين الحين؟ ايوه. اوكي تغير الحين تحت اخضر صاير. كلها ثنتين تحت اخضر؟ لا 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 بس اللي تحت صارت اخضر. تحتاج الى 5 سمكات تجميد. فوق فوق يمين. بالعكس اشيل بالعكس الحين وين؟ الان هو فوق يمين. فوق يمين يعني فوق يسار. اوكي تحت وين الحين؟ الان فوق يمين. فوق يمين الحين صح؟ ايه اتوقع اتوقع اني فهمت فهمت الهرجه فهمت الهرجه. الان جرب فوق يمين. فوق يمين. اوكي. فوق يمين. فوق يمين مرة ثانية. تحت يسار. اوكي. فوق يمين. اوكي، باقي واحدة. تحت تحت يمين. من اول. بالعكس عاكسها. اي انا داري اني عاكسها. عاكسها. 2000 years later. المهم الحين رجعنا لكم، يعني بعد ما تقفل سالفة الزون وما زون بغى يخرب علينا، قررنا ان نكلم عزة، طبعا لو تشوفوا فوق اسمه يسار، ورجعنا نفس المكان اللي كنا فيه بدون اخطاء، طبعا محمد كان عالق هنا وصارت له مشكلة، فالحمد لله الحين عند بعض، يمدينا نخلص المرحلة هذه ونروح المراحل اللي بعدها بإذن الله بدون مشاكل، طبعا مشاكل فورتنايت، عزة مجرب الماب من قبل وما صار له شيء، لكن صار معنا سبحان الله، الحين لازم تروح عند الزر الأحمر يا محمد، أتوقع اللي شفته قبل شوي، خليك ضغط عليه، لأن أنا ضغطت على اللي قبل هنا. اوكي هنا. ديك؟ أوه طلع صوت. أوه فكر الطريق. أنا أمشي ولا؟ لا لا خليك خليك خليك. عندك زر أزرق هناك؟ ألو؟ ألو؟ شفت العالم؟ تعال تعال. تعال بدي أخاف تعال. يايك يايك يا بسيارة بموت. والله بدي أخاف. يا ساتر. الموت سمعت الصوت انت؟ سمعته. شوف شوف المكان نصرات و اي 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 انها شفره من نوع ما اعتقد انها تحتاج ترتيب اعاده تعيين. اوه بعدين ازرق بدايه بعدين لا هذا اليمين ولا اليسار؟ لا هذا 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 اوكي ازرق. لا غلط 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 اقول لك ليش البنفسجي ما كان موجود اصلا. انت هذيات ليهزك ساكت بس. اوكي 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 الحين لازم ندور في هذا المكان لعل وعسى نجيب شيء نسوي منه. لا لا ما عليك ما عليك بس والله, والله مكان كبير والله والله العظيم انه يخوف المكان. كنا احنا في جيم اوف ثرونز. جيم اوف ثرونز. اوكي لقيت تلميحه. اصبر لقيت لقيت مكان. شو هذا؟ في الوان كثيره. اذا كنت من لاعبي جوال او لاعبي ظل عند عليك تخطي واحد مع واحد مع اثنين مع ثلاثة. وش هذا؟ طيب جرب انك تجي هنا انت. اوكي. انا ما صار معي شيء. لا لا ما اتوقع ما اتوقع انه كذا. اتوقع سالفه سالفه ترتيب متى كيف نرتب يعني. هو هو في ترتيب في هنا كريستال انت شفتها هذه اتوقع. ما نقدر نخش. اوكي انا عندي تحريات تحريات بيض تعال نتحرى. حرت تلميح ولا لا ايش دعوه ايش دعوه لا 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 شكلك رايح لها. تعال 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 معي بوريك بوريك الان تحريات تحرياتي واشواقي بسم الله. الله عليك ودينا واحد تلميح علنا نطيح. قلبت شاعر انت ولا شنو؟ لحظه تعال 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 هنا دقيقه بسوريك شيء. تلاحظ ان في هنا فتحات. طيب ايش قاعد تشوف لون انت؟ احمر بس؟ لا بس يعني نسلم يعني على التحيه على الماب. بسم الله السلام عليكم تلميح. ما عندنا تلميحات ما استخدمنا ولا تلميح. كيف؟ والله انه حبيبي الحمد لله الحمد لله ولا اي تخطي الى الان. صديقي هنا يقف على مشغله تشتغل تشتعل النيران ثم ترون اين يقع الظل في اللوحه سوف تكون الالوان ترتيب اصفر اخضر احمر ازرق. ها اشتغلت؟ اي اشتغل واحد اسمه لون احمر صح؟ هيك الظلال اصفر 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 اخضر ازرق زي ما قالك اصفر اخضر احمر ازرق لحظه 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 هذا اصفر
اول واحد اصفر. ايه اخضر. اخضر. احمر. احمر. ازرق. ازرق. اوكي الحين طلع والله هرجتها سهله. احنا اغبياء والله. شوف ان لو طالع لنا صوت عرفنا ان فيه مثلا شعله تستعل، فهمت؟ زي كذا. ما طلع صوت فما انتبهنا. عتين قلنا وشو؟ اصفر. اصفر. اخضر. احمر. ازرق. دايا ابو ستيف ميت. اوه اسمع النفس والليل. كريستال الطاقة. اوكي اجل خذها لقد، لكن احذره فالامر اخطر مما تتوقعان. شوف النفس حقي كيف. والله انت بشربي. والله بيجي انقاذ. بيجي انقاذ والله. إيه. بشربي ابو ستيف. ابو ستيف وين هذا كمكان؟ ورا 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 ورا. احنا ما ينفع نصور مع بعض. المشكلة اخر حيل. اخر حيل. علينا تحريات. هذا الشيء اللي صار. يا رب يا رب يفكها على طول. يا رب اتحل بوابة. يا ساتر. خطر خطر خطر. انها المواجهة الاخيرة. الطريق الايمن الاكثر شجاعة قوة بينكما. الطريق الايسر الاكثر ذكاء وملاحظة بينكما. هدفك احضار كرة المعدن الخام بحذر. هدفك مراقبة وحماية صديق اثناء مهمته. طيب انا اللي بروح وانت رايح. خليك ذكي. اصير غبي. انا ماني ذكي. انا والله اني غبي. انا لا بيسموني محمد ذكاء اصلا. ايش بك؟ طيب خليني اروح انا يمين. انت يمين وانا يسار. عليك مراقبة وضع جيدا. صديقك في امس الحاجة اليك. ربما ستحتاج الى بعض القنابل الاطلاع لعماء عيون احدهم. من هنا تستنى قنابل على العيون. اوكي يجب اصدقائك. ترى انت لازم مستعد. يلا عندي سبلاش. اوه عندي سنايبر انا. هذا وش؟ اوكي عندي رقم واحد. وات؟ وهذا البوس في مرايا مكتوب عليه رقم واحد. رقم واحد؟ يا طلقت بسنايبر غلط. اصبر. ايوه طلقت رقم واحد. ايه اوكي حلو 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 حلو. هذه في عندي شيء ارميه بربل. رقم واحد كمان. اوكي 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 ايه رقم واحد. شلون ترتيب؟ اصبر. لا انا رقم اربعة. اوكي اصبر بتعيد مرة ثانية. اوكي رقم اربعة. دقيقة لازم ارمي هذه على هذا. ما ياخذ. انا معي. ما عليك انت اطلق على اربعة. اوكي اطلق على اربعة. رقم اربعة ولا وش هو؟ اربعة. ايوه طلقت عليه. حلو. طيب ايش تسوي الحين؟ ثلاثة. اصبر اموت. الموجة قائد مع اليمين. اوكي جاب ثلاثة. حلو اقول لك الموجة القادمة من اليمين. اوكي يعني اقدر اعلمك على اللي بعده. الموجة القادمة على اليسار. اثنين. اوكي اثنين. حريقة صار لنا مكان امن. وش ذا؟ اطلع هنا. ما مداني اتحرك ارجع طول الوقت. كان هي ال 20. اوكي انت قاعد تهيلني. كيف؟ اربعة 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 اربعة. أربعة؟ يب. أوكي. أقول لك الموجة قادمة في اليسار. أوكي خليك على اليمين. ثلاثة. أوكي. ثلاثة. الموجة قادمة على اليمين. يمين. أصبر لازم أروح هنا. يمين. أطلق على أربعة. دقيقة لازم أسكر هذا. هذا معك. أربعة. أربعة أربعة أربعة. أوكي. وين الموجة؟ لا ما علمتني. علمتني بتجي. ما طلعت لي. لا. موت. قادمة من اليمين. رقم ثلاثة. أوكي موت. سربوس القلق. بس قربت والله. مديك تطلق لي انت تستهبل ما قلت لي. ها شو الموجة قادمة من اليمين؟ مين؟ لازم نروح يسار. رقم اثنين اللي هو هنا. الو. خلصنا. اوكي وضع المعدن الخام. اوكي وش هذا؟ اوبا اوبا وات. شوف كيف قاعدين من البرجر. ديم. الو انا طحت. لا تورت انت. ديم. جوي يا وجواي. اوكي وش الشعاع؟ يا ساتر سنة بكسر المبنى كامل. شوف القمر فوق ما ادري وشو. هذا حدث فورتنايت. والله حدث. الو. شوف النيازك اللي قاعد تنزل. يا ساتر. الو. ها؟ شرطة؟ ما اروح هين. بتطيح تموت. لا تكفى. رجعني. رجعوا. الو. خلصنا الباب. شكرا لكم. ما لعبت مال التو هو مجهود استمر قرابة 10 اشهر. مسوي الافكار. يا ساتر. فوق كذا فورتنايت قاعد تبعه صار الله ياخذ لي سبب التحديثات وهذه الاشياء. دعماني حتى استمر. الشيء الوحيد اللي يشجع على الاستمرار هو كود الدعم. تكفون احط الكود انه جهاز جميل. كود عزه يستاهل. وهذه المبات حقته. خلاص بستون عهد الاصدقاء سلاح في النينجا. هنا يقول حسابي في حساباتي هنا. جرب الكود هنا يقول لك كازا دي بابل. اوه يا تدري ان هذا الماب جاب لي حوالي 500,000 مشاهده او 600,000 عد. والله العظيم وقتها كان المبات. يا ساتر توم وجيري جاب لي 400 او 300. على الدين. توم وجيري لعبت معك فيه. لعبت معك على الدين برضو. يوب وقد لعبت معي الظاهر انت سلاح في النينجا ولا لا؟ سلاح في النينجا لعبت معك. يا ساتر والله ماب. شايف مين هنا؟ العاب. شايف مين هنا؟
يا سان هلا والله يا سان سان يا سان والله شكرا يا عزه والله شكرا تفتح خزنه سريه في حال جمعت جميع العشر قطع في ارجال الماب الله بسبه المشاكل اللي صارت وطلعنا ودخلنا ما فيه يا عزه تقدر تفتح لنا خزنه عزه نجمعنا تعبنا يا عزه اصلا تدري لو طولت ساعتين ما راح تحصلونا انا متاكد شفنا لقينا ترى اربع لقينا أربعة ترى طيب قبل ما تصير مشاكل اوكي ستة الله هذا شكله حاطه مزبنها في اماكن انت تقصد جيبها انت اصلا بتفكر بالماب وكذا ايش اللي داخل بلاي ستيشن صح؟ لا تطلع من المقطع قال لنا بس ما يف حاطينه في المقطع ما يبقى لكم اللي يجرب الماب يعرف الشيء طب اللي جمع العشر فحاولوا انكم تدورون العشر قطع هذه طولوا في الماب بس امشي تلقون العشر قطع عشان المفاجاه اللي هنا طيب يا عيال المشاهده ان شاء الله استمتعتوا الأمانة يمكن تشوفوا مشاكل في المقطع لأننا قاعدين نصور على أجزاء كثير خمسة أجزاء زي كذا لأننا قاعدين نصور بعدين وقفنا بعدين صارت مشكلة بعدين نصور حسيتني حاس صورت يعني إذا بتسوون تحديث علموا أصحاب مابات قبلنا يعني عشان الماب ما ينحاس كذا لأن كريتيف دائما تصير في مشاكل يضيف أشياء كثير ويخرب أشياء كثير ويصير تعديلها صعب فعزة قاعد يقول إني أنا قاعد أحاول أرجع المابات يطلع فيها تحديث ويضبط فيها وكل شيء كأنه ما شيء صار عشان ما تصير مشاكل لكم يلي اللي قاعد تلعبون الماب عموما يعطيك العافية شكرا عز على الماب وشكرا محمد فايروس على الحضور ويعطيكم العافية مشاهدة ان شاء الله استمتعتوا لا تنسون لايك اشتراك فعل زر التنبيهات وبس نراكم على خير في امان الله سلام قد ايش شباب